يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذي لا يستهزئ بشيء من الدين لكنه يخفف في أوامر الدين ونواهيه، فيقول مثلا الاختلاط بالنساء والاتصال معهن شيء سهل ومثل ذلك من الأمور، فما حكمه؟ حكمه أنه يدعو إلى المعاصي ويدعو إلى الاختلاط ويسهل في شأنه ويهون من أمره، فهذا عاصم لله عز وجل وداعية إلى السوء. نعم، ولا ينكر المنكر، هذا يقر المنكر. نعم.